قال لي رتنا مسؤوليتنا، انا نوال بري بتعهد انه ما اتعامل الا بالليره اللبنانيه وانتو كمان. نوال بري تصدم الجمهور بقرارها، تخلت عن الاعلام، ونكشف لكم علاقتها بهذا الممثل العربي الوسيم. قرار مفاجئ اتخذته الإعلامية اللبنانية نوال بري بالابتعاد عن مجال الإعلام كمراسلة ومذيعة أخبار والانتقال إلى مجال التمثيل. هذه المفاجأة كشفت عنها نوال بري بمقابلة لها مع صحيفة الرأي الكويتية، إذ قالت عن اتخاذها هذا القرار: العروض كانت متوافرة دائماً عندما كنت أعمل في التلفزيون، ولكنني لم أكن أقبل بها كوني أعمل في مجال الأعلام، ولكنني ابتعدت منذ ديسمبر الماضي عن الشاشة بعد فترة من العمل دامت 12 عاماً لأنني من دعاة التغيير. وأضافت: الأوضاع في لبنان أتعبتني، ولذا قررت العمل في المجال الذي أحبه بعدما أمضيت الفترة الأخيرة في اكتشاف نفسي، كما قمت بأشياء كثيرة كان يمنعني عملي في الصحافة من القيام بها بسبب ضيق الوقت. من مستشفى الدكتور نادر صعب للجراحة التجميلية نوال بري. وأكملت: وفي نهاية المطاف اجتمعت كل الظروف ووافقت على التمثيل، وهو المجال الذي كنت أحبه منذ البداية، ولكنني لم أعمل فيه، وشاركت في دور تمثيلي في مسلسل عروس بيروت. وتابعت: تخليت عن نوال الصحفية منذ 9 أشهر، مع أنه بإمكاني أن أعمل في أي محطة تلفزيونية عربية، ولكن طموحي كصحفية من الأساس كان العمل من أجل لبنان. وإن كانت ستتخلى عن مجال الأعلام وتكتفي فقط بالتمثيل، قالت: مبدئياً أظن نعم. احتفازينا وكغيرها من العواصف هبت على لبنان مرتين، مرة على الشاميني. أما عن قرارها بخضوع هذه التجربة من خلال مسلسل عروس بيروت تحديداً، فقالت: بما أنني قررت أن أجرب نفسي في التمثيل، اخترت أن يكون ذلك من خلال العمل الصحيح، وعروس بيروت هو المسلسل الأكثر مشاهدة في العالم العربي، ولأن الممثلين الذين يشاركون فيه يشبهونني وأشبههم بالبساطة والعفوية. وأكدت أنه لم يتم اختيارها فقط لجمالها، وإنما لأن الدور والشخصية التي ستلعبها مناسبة لها. كان يا مكة، كان يا مكة، كان يا مكة. هذا وكانت أعلنت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبس بدء تصوير الجزء الثالث من مسلسل عروس بيروت، وشاركت كارمن متابعيها على حسابها على إنستغرام صورة من كواليس تصوير المسلسل، وكتبت على الصورة قائلة: تصوير الجزء الثالث من مسلسل عروس بيروت، ومن المقرر أن يعرض الموسم الثالث في 45 حلقة أو 50 حلقة حسب السيناريو والأحداث خلال نهاية الشهر المقبل. المسلسل بطولة ظافر العابدين، كارمون بصيبس، تقلى شمعون، جو تراد، محمد الأحمد، مراد علي، وضحى الدبس، وفارس ياغي.